mendengarkan pendapat dan warga Palestina tentang pasar Indonesia gratis yang dihadiahkan oleh rakyat Indonesia untuk warga Palestina. أشكر المتبرعين المحسنين في إندونيسيا وبارك الله فيهم العمل الخير والعمل الشاق الله يجزيهم كل خير وبارك بارك الله فيهم هذا السوق لأول مرة يكون بشكل مجاني وفي أشياء يعني مميزة ودي جودة عالية طبعا هي كلها ذو جودة عالية ومن الأشياء النظيفة ومجاني وكامل وشامل على كل الاحتياجات من خضار من فاكهة من لحمة يعني شامل على عدة طبخات هذا السوق بيساعد في توفير الغذاء تخفيف الحصار اللي مفروض علينا من 12 سنة وبنشكر القائمين على البرنامج هذا وبنشكر أهل أندونيسيا إخواننا أنا أسرتي ما فوق العشرة أنفار وتكفيني ما فوق العشرة أيام وأشكر الشعب الأندونيسي على ما قدمه للشعب الفلسطيني أنا فرحانة عشان كل الخضرة واللحمة عشان مجان هذه اللحم طازجة ذبح اليوم وأحرمها إلى سوق الخير الأندونيسي لتوزيع على